بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد باللقاء مجددا بطلبة سداسي السادس كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس في حصة جديدة من حصص الموقت عن بعد في وحدة المسطرة المدني. فقد رأينا في الحصة الماضية حالات اتساع نطاق الخصومة، سوف نحاول أن ننتقل إلى نقطة ثالثة في المحور الثاني وهي المتعلقة بالتحقيق في الدعوى القضائية. التحقيق في الدعوى القضائية هو جوهر الدعوى، وهو الذي يساعد القاضي المقرر والقاضي المكلف بالقضية في إعداد تقريره الذي سوف يختم به عمله المتعلق بالتحقيق، وهو الذي يساعد هيئة الحكم في الحكم سواء لصالح المدعي أو لصالح المدعى عليه، بمعنى أنها مرحلة، أهم مرحلة من مراحل البت في النزاع المعروض على القضاء. ولذلك فالتحقيق يعتبر مرحلة من مراحل الدعوى، وهو التي تناقش فيها الوسائل والوقائع القانونية والواقعية المدعمة لكل خصم، بحيث أن كل خصم يسعى إلى إقناع المحكمة بوجاهة موقفه عن طريق وسائل الإثبات التي يدعم بها موقفه. لذلك في هذه النقطة سوف نحاول أن نرى نقطتين فرعيتين أساسيتين. أولا، التحقيق في الدعوى القضائية أو وسائل التحقيق في الدعوى القضائية. ثم النقطة الثانية، سوف نحاول أن نرى إجراءات التحقيق المسطرية. فإجراءات التحقيق العادية هي الإجراءات التي تتبع في تقديم وسائل الإثبات أمام المحكمة المدنية والتدليل على الحقيقة، وطبيعة الحال هي تنقسم إلى قسمين، إما إجراءات تقديم وسائل الإثبات وهي الأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي إلى جانب الحضور الشخصي والأمر بتقديم المستندات، وإما إجراءات خادمة لوسائل الإثبات وهي نوعين، إما الخبرة ومعاينة الأماكن. وبطبيعة الحال على أن الأصل في إجراءات التحقيق العادية، الأصل فيها أن ترد في شكل مسألة عارضة أثناء قيام الخصومة أو أثناء سريان الدعوة أو أثناء سريان دعوى الموضوع، ويصدر في شأنها حكما تمهيديا. هذه الحالة كمثلا الأمر بإجراء خبرة، ففي هذه الحالة حينما تكون أمرا عارضا تسمى بإجراء التحقيق العارضة، في حين كاستثناء هناك حالات تأتي فيها إجراء التحقيق العادية في شكل طلب أصلي يقدم إلى القضاء الولائي أو الاستعجالي، وهنا لا يمكن أن يقدم إلى قضاء الموضوع. وفي هذه الحالة يمكن أن نعتبر على أنها أو يمكن اعتبار إجراء التحقيق في هذه الحالة على أنها إجراءات تحقيق أصلية. نعطي مثالا على ذلك، مثلا طلب مقدم إلى رئيس المحكمة من أجل إثبات حال أو إثبات واقعة معينة، فهي تعتبر إجراءات تحقيق أصلية. لذلك عموما أن إجراء التحقيق العادية إما إجراءات تحقيق عارضة وهي الأصل، وإما إجراءات تحقيق أصلية. ما هي القواعد العامة التي تحكم هذه الإجراءات؟ أولا القواعد العامة، وهي أولا نبدأ بما هو القاضي المختص. هنا القاضي المختص إما أن يكون القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. القاضي المكلف بالقضية في القضاء الفرضي، القاضي المقرر حينما يكون القضاء جماعي أو المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف. وهناك طبيعة الحال أحيانا نتحدث عن هيئة الحكم الجماعية، في طبيعة الحال هذه الهيئة مبدئيا هي التي تملك حق واختصاص إجراء التحقيق، لكنها إذا كلفت القاضي بهذه العملية من غير المناسب أن تتدخل وتأمر بإجراء التحقيق، إلا في حالتين أساسيتين يمكن للهيئة الجماعية أن تتدخل، وهي إما بعد التخلي القاضي المقرر عن القضية لفائدة هيئة الحكم في جلسة علنية، وإما الحالة الثانية أثناء مسطرة التحقيق حين يبادر القاضي المقرر
إلى دعوة هيئة الحكم لغرفة المشورة إلى للاستماع إليه. ثم ثالثا القاضي أو قاضي المستعجلات، الأصل فيه كما قلنا سابقا هو أنه ممنوع من اتخاذ إجراءات التحقيق العادية إلا إذا طلبت في دعوى أصلية، وهي حالات محصورة جدا في القانون المغربي، مثال على ذلك دعوى إثبات حال في إطار الفصل 148 أو في إطار الفصل 149. أما إجراء التحقيق العارضة كالأمر بإجراء خبرة أو استدعاء الشهود فهي قاصرة على قاضي الموضوع ويحضر على قاضي المستعجلات الأمر بها إلا في حالته، في الحالة التي ينظر فيها في حالات الاستعجال الموضوعية الحالة الأولى، في حالة تحقق من قيام خطر والاستعجال في إجراء في الإجراء الوقتي أو التحفظي المطلوب. الآن ما هي سلطات هذا القاضي في مرحلة الأمر بإجراء الخبرة؟ هنا يتمتع في مرحلة الأمر بإجراء الخبرة بسلطات كبيرة حقيقية تبرز دوره التنقيبي والرامي إلى اكتشاف الحقيقة وتسيير مسطرة التحقيق، وتدل على ذلك الأحكام الآتية: له أن يأمر إجراء الخبرة تلقائيا ولو لم يطلب منها يطلب منه ذلك الخصوم، بطبيعة الحال في المقابل لا يجبر على الأمر بإجراء للتحقيق. ثم ثانيا له أن يعدل أو يستبدل أو يستغني عن أي إجراء من إجراءات التحقيق. ثم له الأمر بإجراء التحقيق لا ينزع عن القاضي ولايته على القضية، لأن الأحكام التمهيدية عامة لا تنزع الولاية عن الهيئة التي اصدرتها بخلاف الأحكام الفاصلة في الموضوع. غير أن صلاحية القاضي المكلف باتخاذ إجراء التحقيق في القضية يجب أن يراعي الضوابط الآتية: أن تكون مفيدة وملائمة للتحقيق وغير مكلفة للخصوم، ثم ثانيا ألا تستهدف سد نقص كلي في حاجة أحد الخصوم. ما هي شكل الأوامر بإجراء التحقيق والطعن فيها؟ الأصل أن تردها الأوامر بإجراء التحقيق في شكل أحكام تمهيدية، هذا هو الأصل، وهي لا تقبل الطعن مستقلة إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع إذا كانت هذه الأخيرة تقبل الطعن، إلا أن إجراء التحقيق الصادر عن القاضي المقرر لا تقبل الطعن وتبلغ للأطراف بواسطة كتابة الضبط. وهنا نتحدث عن الأمر بإجراء خبرة أو إلى غير ذلك متعلقة بإجراءات التحقيق. ثانيا كيف يتم تنفيذ إجراء التحقيق؟ تنفيذ إجراء التحقيق إما أن يكون تنفيذ أمام أو داخل المحكمة وإما أن يكون خارج المحكمة. فإذا تم التنفيذ داخل المحكمة إما أن يتم في جلسة سرية علانية أو أن يتم في جلسة سرية أمام القاضي المقرر، مع ملاحظة أساسية أن المشرع كان أميل إلى تفضيل السرية على العلانية في تنفيذ إجراءات التحقيق. وهكذا مثلا فمسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي تقع دائما أمام القاضي المقرر كما نص على ذلك الفصل 336، ولم يشر إلى إمكانية تنفيذها أو تنفيذ هيئة الحكم الجماعية لهذا الإجراء. كما أن الأبحاث تجري كأصل أمام القاضي المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها، وفي هذه الحالة يجري الاستماع بغرفة المشورة حسب نفس الفصل على 336، أي أن المحكمة لا يجوز لها أن تستمع إلى الشهود بالجلسة العلانية. الأمر بالحضور الشخصي للأطراف فيمكن أن يتم أمام القاضي المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلانية. ثانيا أو الحالة الثانية إما أن يكون إجراء تحقيقي، أن يتم تنفيذ إجراءات تحقيق خارج المحكمة، وهنا تتم عن طريق الخبير وإما عن طريق القاضي الذي يأمر بإجراء عن طريق الانتقال إلى عين المكان. ويقوم كاتب الضبط هنا بدور هام في مرحلة التنفيذ. لماذا؟ لأنه يساعد القاضي المختص بتنفيذ أو مراقبة تنفيذ إجراءات التحقيق، فيقوم بتدوين كل الوقائع المتعلقة بالإجراء المنجز من طرف القاضي في محضر، وهذا المحضر يضم إلى أوراق الملف، كما يعمل على تنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن يتخذها القاضي من خلال العمليات كتوجيه الإنذارات وتبليغ الأوامر والاستدعاءات. هنا لا يلزم الخصوم بالحضور الشخصي لتنفيذ إجراء التحقيق كقاعدة إلا في حالات الخبرة الطبية أو تحقيق الخطوط أو بالأمر بالحضور الشخصي،
وخارج هذه الحالات يمكن الاكتفاء بحضور وكلائهم، غير أن الطرف الذي طلب من المحكمة إجراء تحقيقيا معينا يجب أن يودع مسبقا بكتابة الضبط مبلغا ماليا تحدده المحكمة لتسديد سوائل الإجراء المطلوب تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء. كيف يتم الختم أو اختتام إجراءات التحقيق؟ فهنا تختتم إجراء التحقيق بطريقتين أو طريقين أو وسيلتين، إما بتحرير محضر أو بإنجاز تقرير. فتحرير المحضر يكون من طرف كاتب الضبط الذي يضمنه جميع العمليات التي أنجزت بصدد تنفيذ الإجراء، ويعتبر هذا المحضر جزءا من محضر الجلسة ولا يبلغ إلى الخصوم. ثانيا ينجز أو يتم اختتام إجراء التحقيق عن طريق إنجاز تقرير، وهنا التقرير ليس هو المحضر، وإنما التقرير ينجز أو يحرر أو يكون من اختصاص أو إنجاز الخبير، وهنا إما بطريقة شفوية أو كتابية. فإن كان شفويا دون كاتب الجلسة مضمونه بمحضر الجلسة، وإن كان كتابيا يضم هذا التقرير إلى ملف القضية ويبلغ إلى الخصوم، هذا عكس المحضر الذي لا يبلغ، من أجل طبيعة حال مناقشته. وعمليا في الغالب يكون تقرير الخبير كتابيا. الآن ما هي إجراءات التحقيق المنظمة في قانون المستند المدني؟ إجراءات التحقيق هي اليمين والبحاث ومعاينة الأماكن، تحقيق الخطوط، الزور الفرعي والخبرة. هذه هي إجراءات التحقيق. ما هي طبيعتها؟ الفقه اختلف حول طبيعة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المستند المدني. فهناك رأي أول يرى أن إجراءات التحقيق المذكورة تعدد أو تمثل وسائل إثبات أو تعد تتمة لوسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، بمعنى أن هناك وسائل إثبات منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وهناك وسائل إثبات منصوص عليها في مسطرة المدنية على غرار طبيعة الحال ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود، خاصة في الفصل 404. الموقف الثاني يرى عكس ذلك ويعتبر على أن وسائل أنها يعني إجراءات التحقيق هي ليست وسيلة من وسائل الإثبات، بل هي قواعد إجرائية تساعد على استلهام الحقيقة من وسائل الأدلة المدلى بها من طرف الخصوم، بمعنى لأنها ليست وسائل إثبات أو هي مجرد قواعد إجرائية. نعتبر موقفنا الشخصي على أن الموقف الثاني هو الأسلم، لأن من خصائصها أن القاضي المقرر لا يأمر بها إلا إذا قدم المدعي أدلة أولية تعوزها أشياء أو أنها غير واضحة، بمعنى لأن هذه الوسائل هي تخدم الوسائل الإثبات أو تحاول أن تستجلي الحقيقة للقاضي المكلف القضية أو القاضي المقرر فقط، وليس وسائل من وسائل الإثبات. الآن ننتقل إلى أول إجراء من إجراء التحقيق وأهمها هي الخبرة. الخبرة منظمة فصل 59 إلى 66 قانون المستند المدني، وهي انتداب المحكمة شخصا من ذوي الاختصاص العلمي أو التقني للاسترشاد بآرائه لحل مسألة يحتاج حلها إلى دراية علمية وتقنية تخرج عن الإطار التكويني العلمي أو العام للقاضي، بمعنى لأنها تحتاج إلى تكوين تقني وعلمي وليس إلى تكوين قانوني. هذا هو المقصود بالخبرة. خصائصها هي أن مهمة الخبير تتمثل أساسا في معاينة الوقائع المادية المعروضة عليه ثم إبداء رأيه التقني فقط وليس القانوني. ثانيا أن الخبير يعين بحكم تمهيدي ويتم فيه تحديد نطاق الخبرة، أي ما هي النقاط التي يريد القاضي معرفتها من الخبير، وهي في الغالب تكون عبارة عن أسئلة فنية لا علاقة لها بالقانون. ثالثا أن الخبير يعين مبدئيا من لائحة أو من لائحة الخبراء المقيدين في جدول رسمي تعده وزارة العدل سنويا، وإذا لم يوجد في أي خبير في مختص مثلا في نازل من النوازل
في هذا الجدول، فهنا ينبغي أن يعيل خارج الجدول ولا يمكن أن يباشر مهامه طبيعة الحال إلا بعد أدائه اليمين. رابعا هو أنه يمكنه تجريح الخبير في أجل 5 أيام من تاريخ يعني توصل هذا الشخص المراد الذي يبتغي التجريح، 5 أيام من تاريخ التوصل طبيعة الحال وفق الشكليات المنصوص عليها في فصل 62. الخبرة تتم في أجل محدد، وينبغي للخبير أن يحترم تحت طائلة استبداله وإمكانية إطارة مسؤوليته. الخبرة أو الخبير يجب عليه أن يستدعي الأطراف ووكلاء من حضور إنجاز الخبرة 5 أيام قبل موعد الخبرة، وهو غير مسؤول على عدم حضورهم، فمجرد استدعائهم هو هنا يمكن له أن يقوم بإجراء الخبرة ولو لم يحضروا إلى هذه الخبرة. الخبرة كذلك النقطة السابعة أنها تنتهي بتقرير، تنتهي بتقرير الخبير التقني المحض والذي يرفق بإقبال وملاحظة الأطراف وتوقيعاتهم طبيعة الحال الأطراف أو وكلائهم الذين حضروا هذه الخبرة. ثامنا الخبرة لا تلزم القاضي من حيث المبدأ، يمكن الاستغناء عنها كاملا واعتماد على جزء منها إلى غير ذلك إذا اقتنع بها حسب مقتضيات فصل 66. وكذلك يمكن إجراء خبرة مضادة إذا ارتأى ذلك. النقطة الثانية أو النوع الثاني من إجراء التحقيق وهي معاينة الأماكن المنظمة بالفصل 66 إلى فصل 70 من قانون الإصلاحات المدنية، وهي انتقال القاضي إلى عين المكان لمشاهدة موضوع النزاع بهدف إثبات بعض الوقائع التي لا يمكن إثباتها إلا بالمشاهدة، أو بهدف استخلاص بعض القرائن، بهدف استخلاص بعض القرائن التي يستدل بها على أمور معينة في الدعوة. هذه هي معاينة الأماكن. خصائص معاينة الأماكن هو أولا يمكن تعيين خبير الاستعانة باستعانة به ولمرافقة القاضي إلى عين المكان. ثانيا عند الانتقال إلى عين المكان يتم معاينة المكان والاستماع إلى الشهود بهذا المكان، وأخيرا يتم تحرير محضر بشأن ذلك ويوقع من قبله وكاتب الضبط ويوضع بالملف ويكون رهن إشارة الأطراف. الآن الأبحاث أو شهادة الشهود نظمت في الفصل 71 إلى 84، ويقصد بالأبحاث طبيعة الحال هي شهادة الشهود، ليزونكيت هي شهادة الشهود، وطبيعة الحال نص عليها كذلك حتى الفصل 443 والذي ينص بقانون زمة العقود الذي نص على أنه لا يمكن يعني اعتبار شهادة الشهود في إثبات المبالغ التي تفوق 10,000 درهم، بمعنى أنه شهادة الشهود يمكن إثبات المبالغ أو الديون التي أقل من هذا المبلغ. يتم أو تتم الأبحاث بمقتضى حكم تمهيدي كذلك يحدد يوم وساعة جلسة الاستماع إلى الشهود ثم توجيه الاستماع أو الاستدعاءات إليه. هنا المبدأ هو جواز شهادة جميع الأشخاص هو المبدأ، لكن لاستثناء يمكن أن نستغني عن بعض الأشخاص، وإن تم توجيه الاستدعاء إليهم فإنه يمكن للطرف المتضرر أن يقوم بجريح هؤلاء الأشخاص في حالة مثلا وجود رابطة قرابة شديدة أو مصاهرة فهنا أو صداقة حميمية يمكن توجيه أو إثارة جريح لهؤلاء الشهود. يتم استدعاء الشهود بواسطة أعوان كتابة الضبط أو بالبريد 5 أيام أو 15 يوما قبل الجلسة بحسب سكن الشهيد، هل هو داخل مقر المحكمة أو خارجها، ثم يتبع أو يتبع شكليات الاستماع إلى الشهيد حسب الفصل 76. هنا الشهادة تعتبر بمثابة وسيلة تحقيق، وفورة لانتهاء الشهادة يحرر محضرا ويوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والشهيد. ننتقل إلى الفقرة الموالية وهي اليمين. اليمين نظمت في الفصول 85 إلى 88، وهي لا تعدو أن تكون نوعين. اليمين هو حلف الحلف، وهي أن تكون إما أن تكون يمين تحت
تحسم النزاع القضائي وتسمى اليمين الحاسمة، أو أنها تكمل بعض الحجج بطبيعة حال موضوع الدعوى القضائية وتسمى باليمين المتممة أو المكملة. أولا، اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم لخصمه عندما ينقصه الدليل الحاسم للنزاع، ولا يجوز الالتجاء إليها في إلا عند إنكار هذا الخصم للادعاء، أي أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولكن لا يمكن توجيهها إلا إذا أنكر الخصم الآخر هذا الادعاء. ويترتب عن توجيهها اعتبار موجهها متنازلا عن دعواه إذا حلف المدعى عليه. مثلا أن يوجه دائن ينقصه الدليل على دائنيته اليمين إلى مدينه للحلف على براءة ذمته، فإن حلف هذا الأخير اللي هو المدين برئت ذمته وخسر الدائن الدعوة، وإن نكل عن الحلف يعني هو المدين، إذا نكل أو امتنع عن الحلف يعتبر مقرا بصحة دعوة الدائن وخسر هو الدعوة، بمعنى أن الدين ثبت تجاهه. ملاحظة هامة هو أنه توجه من خصم إلى خصم، ولا يسوغ للقاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه لحسم النزاع. هذا هو أهم ملاحظة يمكن ملاحظتها في هذه اليمين، وأنه لا يمكن للقاضي أن يوجهها، وإنما يتوجه من خصم إلى خصم فقط. شروطها، شروط اليمين الحاسمة، هو أن يكون طالب اليمين الحاسمة أو من ردها يكون كامل أهلية التصرف، ولا يسوغ أن يوجه هذا الطلب من الوكيل، بمعنى لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة من وكيل إلا إذا كانت له وكالة خاصة بذلك، وهنا باستثناء الممثل القانوني القاصر أو الشخص المعنوي فله أن يوجه هذه اليمين أو يردها نيابة عن الطرف الذي يمثله، بمعنى أن هناك شرطين أساسيين في اليمين الحاسمة. اليمين المتممة نظمت في فصل 87، وهي التي قلنا تتمم بطبيعة الحال الحجج التي أدلى بها أحد الخصوم. هنا خصائصها أنها تكمل أو تتمم الإثبات، أدلة الإثبات، دون أن تكون بديلا عنها، فلا توجه إلا إذا أقام المدعى عليه دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل، فلا يجوز أن تكون وحدها الأساس للقضاء بحق وقع إنكاره، كما أنها لا تزكي حجة ناقصة شرعا أو قانونا. خلافا لليمين الحاسمة، لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر، فإما أن يحلف أو ينكر، فإذا حلف فالغالب أن تحكم المحكمة بصالحه، وإن نكل فتبقى أدلته الناقصة على ما كانت عليه. كقاعدة عامة أن اليمين المتممة تكون أمام المحكمة ما لم يكن هناك عائق للطرف أو مانع مشروع وثابت بصفة قانونية، فيمكن إذاك تأديتها إما أمام قاضي أو أمام هيئة منتدبة توجه عنده بمساعدة كتاب الضبط الذي يحرر محضرا بذلك. الآن سوف ننتقل إلى مسطرة أخرى أو نوع آخر من إجراءات التحقيق، وهي مسطرة الزور التحقيق الفرعي ومسطرة الزور مسطرة تحقيق خطوط والزور الفرعي، لكن سوف نحاول أن نرجئ هذه المسطرة إلى وقت لاحق ومحاضرة أخرى. إلى ذلكم الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.